شهد معسكر الصولبانت حفل تخرج الدفعة الثالثة من قوات حماية المنشآت الحكومية لمحافظتي عدن ولحج التابعة لألوية الإسناد والدعم بعد أن تلقوا التدريبات القتالية والمهارية بإشراف ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اكتسب المتدربون خلال فترة تدريبهم مهارات في حماية المنشآت العامة وكيفية التعامل مع مرتادي تلك المنشآت. هذا الأداء الجيد وهذا يعتبر نصر لكافة ألوية الدعم والإسناد بهذه الظروف العصيبة والتترات. قوة المنشآت قدمت عرض قتالي ممتاز، وهي صمام أمان لكل من تسول لها نفسه أو يحاول المساس من مساس الدولة ومقدرات الوطن. ونشكر الأخوة بالتوجيه المعنوي على حضورهم الفعال، نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة أخوان الإماراتيين على وقوفهم معنا، ونشكر جميع ضباط وأفراد ومدربين المنشآت. وألقى القائد أحمد العفيف قائد لواء حماية المنشآت كلمة هنأ في مستهلها الخريجين وحياهم على صمودهم وانضباطهم خلال فترة التدريب، وخاطبهم بالقول أننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما وصلتم إليه من مستوى، وصلتم قوة يركن عليها الوطن وقت الشدائد.